وحرنتي دحاء كام عدا أمد الصوماليين وحيا هاي هلك أي جمهورية الصومالية كهلي جرتي أقويها نوع لغبري عن شرطة دوينها وحيك كومنات شن يتمن كل يدود أو لغبر تعلم ماذا كلا دوان تدمي الله باتن في سنة إلا صورنا في وحاكو سعودي بربر مرنا وحي كم إذا هاي حرومها لغاه قاميه والقلادة مبدالين تأميسهم إنك الصور لغاه ريعيدا كيد قناع تمن كي سنة إلا صورنا في قبتن وآه حرطة تام عبده مدى وحاك عانتكو هايي واي سلق وهاي بينا كأميسهم قارهان كوة بروندي وحد الله رأي شبه لغا بهاي وحا إمن كالوريغي دولد فدرال كهاي صوماليا وحانا تشوغه عيدا مدى دولد أو إلا لك حيا تاني وفرصد دهبا أوسو هو يتدى اليرادا غارهان بحضا وحبرشادا وزيركا ترسل حكومة دمان تجرتا أيا كام عادن خصوة برطي قار كودنا معلمين كسوها كون إساقال بقول إسيدية تنشان في بشي فبراي أيان كقلب جبي كل يد شرعيقة وقدا شيء ذا كموقع تحدى لبس سنة لبدي سنة كحكتي كون إساقال بقول إسيدية تنيو لحدي إلا إيه سيديتن التضبادي وحان بركالية كأها إسلا فقلتادي الشرعيقة كدب وحان كوكوليستي وآن هلاي ديق وحبرشو أو قدن كطلياني قانو آده وحان كسو النقضي أنا فسح وإني تكون إساقال بقول سيديتن إيه ساقالكي بالفسح كدب مركا إيطاليا كل نقضي سيش حان أولا ماي وحبرشادينا وحان لعي تقالكي ما أودن إنا ندب وكسو النقضي markii igoo reeso aan ku soo noqdo waxay ahayd 2005 waxaan arkay burburka jaamacadda gaar runtina waxay ahayd wax aad iyo aad calool xanuun weyn madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa halkaan u yimid si uu u qiimeeyo xaaladda xaruntan jaamacadda umada taas oo qayb ka ah dadaalada dib loogu unkayo adeegyada dawladda oo ay ku jirto waxbarashada si xaruntan dib loogu howlgeliyo wuxuuna ka mid yahay hoggaamiyasha halkaan wax ku soo bartay كان الشقين يا سيدي مركله وحلوغو بري لهذا اليرادة الصوماليين أنا قاعد بوضع هاد وحوي وحلوغو بلان إن سيحو إن إن أن محفرة كرد الله لا إله إلا الله وحنا سينا كرد الله حنا إله لا بجت كأم ميزانية جامعة سيدي أنا قاعد بوضع بلان إن فرصة روح إن أنا أسيرنه تليرادة أن بلان إن مهنا فرصة سفر أحيلا وما سنتهين وحان كو بلاني إنا ديب كسونا جامعات ديالنا أردادا وحكو صوبارتي جامعات ديالنا إيه كم من نغضان مسؤولين تدالكن أيا ديب أهو القلين تجامعات ديالنا وحيوار كان تلابا مهمة أي دولة دو قاضي جامعات ديالنا وحان كو بيري كون سجال بغول إيه لحدن إيه سديد يعني جامعات ديالنا كو صوبيري كون سجال بغول إيه تدباتن أفرتي واندمي كم سجال بقول التدابات النشنتينا كالية برة أيام كنا نقضي جامعات إلى أي دجال كيسو كي يدلك وكذا ماشي سامح كبراي أمي دجال كي لذا جامعات دو مد وجامعات أي دولة دولة وجامعات بلاش لغدت لعقلان لغدت وجامعات لغو قالوا امتحان أنا هين العقبولي وإسكباتي هالسعودو ما وجامعات لغا هلي كرو أرد بضان وامتحان كسو قدي وقوال بضان الصوماليا كيم دكتور محمد أحمد جبعالي قدوميها جامعات أي إلو ذاقي حكوما أو قسيسا لامها جامعات سيدي أشغي جبتي إيا هالك أوربا هادا إني وجه ذو مركا حرمت الجامعات ماشا ماشا لغا مامولا جامعات مضا لن أي أحيادة تضبع حرم وضا جامعات مضا لهذا حرمت لغا مامولا أي ماشا أحيادة ماشي هو حرمت تضبعات ايوه واه تضبع حرمت جامعات الله الله حد واه كو ارتي غودها حمر كو يالا واه بهير جلينا با تن واه سي سدخا هلكا واخا كو يالا كوليد عافمات كا ايوه او 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 متقانا دفر سو جيدا ايا ايا كو تالا انا واخا كبا مر كوليد حنانا خولا 83 ايدان كبخاي ايدان اسيستن كنقدي بركاليه ايدا واخ برشه اي درتي ايدان معلي كنقدي marka asalkii gool maashan ku soo jeeda hadan rakta ka jaamacadda umada gudiga jaamacadda umada yaan hadana ma taqaana xilkeeda haya sida laga fahmayo magaca jaamacadda umada waxa iska la dadweynaha Soomaaliyeed doorka dawladdu waa gacansiin iyo in dib loo nooleeyo hay'adaha waxbarashada dalka si dalku horumar dhinac kasta u gaaro jaamacadda umada Soomaaliyeed ma aha hay'ad siyaasadeed waa hoygii waxbarashada umada ay u dhaxaysa dawladdu waa hoggaamisaa kaliya macallimiin bay la raadisaa
إن هرمر سمسيل الرئيس شعبك الصوماليات لهدو ديوي إن جامعة دودي دب النوليان ودولدنا كعنكو السيان المهو ده بردتو نغنى هي هو قامياش دلك وحرانا واوير جامعة دينا كصوبي حكرا مركا نوال با بلوكيت ننكي جيا وحوين أيوكا جيسا سيدا أي قرشين ايان ما مول كسر اي جامعة دان أمتا بشا سبتمبر اي سنت كان وحا إقادان ايسا إلاكون أرضي أو سيب بلاشا كل يدها كالدوان اي هل كان لغفل دونا وحوغا بران دونا قرشين مستقبل كدو وحي تهي جامعة دانا يحرونتاني إلي دبقو هول قشو أو أرضادة صوماليات ee sanadkan 2013 iyo 2007 oo arday dugsiga sare ay ka soo baxayaan inay qaybta ugu muhiimsan ka qaato ardada inay helaan waxbarasho dawladdu ay mas'uul ka tahay in arday Soomaaliyeed oo ilaa 2500 September-ta soo socota ay si lacag la'aan jaamacadda umada xunga baranayaan dal kasta horumarkiisu waxa uu ku xiran yahay sidoo u maalgeliyo waxbarashadiisa gaar ahaan sida uga fakaro dhalinyarada mustaqbalkaas ee dalkaasi uu leeyahay waana sababta ay dawladda Soomaaliya waqti ugu bixinayso in ay ka fakarto in ay dib u horgeliso jaamacadda